كونوا بخير. النهارضه معانا ضيوف جديده وفاكهه حلوه قوي جدا هنوريها لكم. يلا هنوريها لكم. طبعا دول ارانب زي ما انتم شايفين، كان بابا لسه جايبينهم لنا، جايبينها لنا وما كناش نعرف انها حامل لانها ولدت. فهي بقالها اسبوع بس قطعت رضعهم بقالها 3 ايام ما فيهاش لبن. فاحنا دلوقتي هنوريك ازاي هنرضعهم. يلا بقى اختي بقى هتوريك الوصفه اللي هي بتعمل اللبن بدل اللبن بتاع ماما بتعمله في البيت هنا. فدي بتبقى اوفر، يعني مش اوفر، بيبقى بدل يعني ما يجيلهم مرض، يجيلهم حاجه من قله اللبن او من الاكل، يبقوا كده احنا فاهمين اللي هو اقولها ازاي، يعني بدل اللبن بتاع الام بنديهم برضو غذاء. بقى معانا لبن ميدو، هناخد معلقه كده، معلقه كبيره، طبق فوق بقى اي طبق، اي زيت او ايس كريم. وهنحط فيتامين، بحط نص غطا او يعني تعالوا بالسرنج اي حاجة. وهنبتدي بقى نحط مية لغاية ما نشوفه. بدل اللبن بتاع الام طبعا اهو، لغايه ما يبقى كده هنفضل نقلب فيه لغايه لما يبقى التماسك ده، يعني مش عايزينه يبقى جامد قوي. طبعا بالنسبه للسرنجه بنشيل السنه، فطبعا لو في كده هيتشيل، يعني مش محتاج، مش بيعور. ايوه ان ما يبقاش بيعورهم، وان برضو ان السرنجه مش هتخش جوه بقهم لان لسه بقهم صغير. هبتدي برضو نوريكم دلوقتي. طبعا لو فيها هوا لازم نفضيه علشان يعني نبتدي مثلا نجيب كده واحد بنمسكه كده نفتح له بقه كده ندخل السرنجة. هو بس في الاول ما بيبقاش راضي، يعني مش بيحب حاجة تنزله اهو. واحدة واحدة، يعني مش لو نحط سرنجة مرة واحدة في بقه، لا واحدة واحدة. هي واحد طبعا زي ما انتم شايفين كده هو هيبتدي يرضى، بس هو بس بيديه شوية بس بيديه عشان مثلا يعني ما بيحبش حاجة تدخل بالعافية، لكن هو بيحس بطعم اللبن فبيبقى بالنسبة له حلو. ولازم ننامهم على ظهرهم، لا اما على يبقى وشهم كده، لا اما يبقوا على ظهرهم كده. فبيرضى هو كله تمام. ده لبن صناعي، احنا خايفين طبعا على الام قوي وزعلانين عليها. بصوا بعد ما استطع مبقاش يرفص ولا اي حاجة. سيبه يريحه شوية عشان يتنفس يعني. اشقياء قوي وهما صغيرين. وبرضو لما بنيجي ندخل السرنجة بندخلها من الجنب تبقى كده هي. بس بعد ما تخش عادي يعني عشان تبقى زي السدروم.
لو شنق بقى منكوا داخل جوه مناخيره وبتمسحوا المنديل خلاص او حته توميه كده. تمام مسكته كده بالمنديل. بص يا جماعه خلص نصه و يعني شطور هو. طبعا كل مثلا فترة يعني كل يوم بتزودوا له الجرعة، يعني مثلا النهاردة ادوا سرنجتين، بكرة مثلا سرنجتين واحد بسيطة كده. طبعا بالنسبة اننا بنوضحهم كل قد ايه، هي مرة الصبح ومرة بالليل، يعني مثلا 11 الصبح يبقى 11 بالليل كده. يعني وجبة الصبح ووجبة بالليل مش اكتر من كده، يعني مش نلاقيهم جعانين يبقى نرضعهم، لا هو مش ماكلهمش انتفاخ. طبعا ده كده قرب يخلص اول سرنجة. بس يا جماعة خلص ده كله، انا كنت مديهاله على فكرة، هو كان جعان، احنا بقالنا 3 ايام بنعمله كده علشان الام كانت والدتهم من اسبوع وقطعت لبن من 3 ايام، فاحنا بقالنا 2 يومين اهم او 3 بنرضعهم. احنا في واحد مات برضو منهم، لما نمت بقى بصينا عليها عرفنا ان هي مفيهاش لبن. طبعا احنا حاطينهم في طبق عالي عشان بيفضلوا ينطوا، فبنخاف عليهم عشان يقعوا يجيبوا لهم حاجة. جميع الالوان الوانهم حلوة. طب دول هما اللي كلوا ولا لسه ما كلوش دول؟ لا دول لسه. يعني دول اول 2 انت بتاكلهم لهم؟ كده بتسحبي لهم تاني؟ شايف ايه؟ هو مفتح. فتح ده؟ مش قوي. كلهم فتحوا بس يعني بالنسبة للصغيرين مش فاهمين برضو. هم مش عارف هو رايح فين ولا جاي منين. تعالى هنا انت رايح فين؟ البيت بتاعه صغير. صحيح فتح شوية. مش باين، مش شايفه. هي تلاقي في حتة لمعة. بص. ممكن يبقى في ده. ابتدى ها لسه بيفتح يعني. يعني لسه بتفتح، يعني ممكن تفتح خالص بقى على بكره. ان شاء الله ربنا يبارك. والحاجه ديت احنا بنعملها عشان هي حرام، يعني لما عرفنا ان هي ما اكلتش فبنحاول، مش عشان حاجه، عشان روح، يعني هي روح فحرام يعني. يصعب عليا ما حيوان او حياة تموت. يا بقول لبابا دول هربيهم، لو دفع حدهم عزة. طب ما انت مؤاخذة الكلاب بتوع عم وهاب لفوق والدين، ما انت برضو ما بتجيبهمش هم قوية. بس برضحهم بقى ماشي، مامتهم بترضحهم، ما برضو وصولك تصوري تنزل لهم فيديو بيه قبل ما يكبروا. استنونا بقى فيديو هنوريكم الكلاب الصغيرة بتاعت بنت خالتي فرونيا وجونيور ومريم، كلباتهم والدة. استنونا بقى هنوريهم لكم. طبعا كده هنرضع بقى الباقي، وكمان 2 يومين او حاجة نبقى ننزل لكم فيديو تاني ونوريكم بقى مراحلهم كل ما بصوا طبعا كل ما يكبروا خالص احنا بقى فرحانين بيهم. نكمل يعني كده، وخدت سرنجة ونص، ناقص لي نص سرنجة.
ونقول لكم باي. ودلوقتي رجعنا لكم بقى، تعالوا نشوف الأرانب بعد ما كبرت. لسه بنعزلهم الصبح وبهدلوا الدنيا ما شاء الله. تعالى يا ده كان لسه صغير برضو زي ما انتوا شفتوا في أول الفيديو. بعدين هنا رجليهم بيدخلوا جوه المية. هوريكوا برضو الأبيض وهوريكوا كلهم يعني. ده بقى بياكلوا لوحدهم بقى كمان. ده اللي هو أبيض أسود. اللي كانت مامتهم تعبانة مش فيها لبن. Gracias.